سلامة، مرحبا بكم الناس الكل. نتمنى تكونوا بصحة وبخير. اليوم جيتكم بوصفة بينا برشا، اللي هي وصفة الكيك سالي. باش نعطيكم أسرار النجاح متاعها. سهلة هي ديجا، ما فيها حد شيء، وطيب فيسع فيسع. مكوناتها بسيطة، تجم طيبها باللي عندك من الدار، ما غير معناها متكلف روحك ياسر. وكل تابعوا الفيديو للآخر، ما تنساوش تعملوا اشتراك القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم آخر جديد، وتعملوا لايك إذا عجبكم الفيديو. ونتعدى توا المكونات بتاعنا. بالنسبة لمكونات الكيك سالي بتاعنا، باش نستعمل 200 غرام فارينة، عليهم 120 مليلتر حليب، عليهم 80 مليلتر زيت قطانية. باش نستعمل زيت فلفل كحل وملح اكيد، 3 عظمات. باش نستعمل مغرفة كبيرة خل، مغرفة ماكلة خل طبيعي. باش نستعمل شوية كليل وزعتر مرحين هكا حاضرين، وشوية سيبولات، ما نعرفش شنو اسمها بالتونسي. ان توكا هكي كتبدأ النبتة عندي منها، قلت هيت نحط منها. باش نحط زادة بصلة، عندي كعيبتين فخوماج باش نحطهم، عندي شوية فخوماج غابي زادة باش نحطو. باش نحط خميرة جاتو، ساشي خميرة جاتو، ساشي بتاعي فيه 11 غرام. باش نحط زيتون، باش نحط بزيت زيتون، وباش نحط زادة تون. بالنسبة للي يحب يزيد يحط فيه فازات اخرين، انا جوست خاطر ما عنديش بو لو مومون. تنجمو تحطو فيه فلفل حلو، بوافرون، يبدا بوافرون الوان ملون، اصفر، اخضر، اورانج، احمر، اللي تحبو. نجمو نحطو فيه اي حاجة نحبوها، نجمو نبدلو التون بالدجاج، حسيلو الحاجة اللي تحلى في عينكم تنجمو تحطوها. اي نوع متاع فخوماج تنجمو زادا تحطوه. نبداو توا في طريقة التحضير. اول حاجه باش نفقر العظمات نتاعي بالوحده بالوحده، نقعد نزيد فيهم في الصحفه اللي باش نخلط فيها. هذه العظمه اللي لابسه عليها. اول حاجه باش نخلط الليكيد مع بعضه، السائل مع بعضه، وبعديك باش نزيدو الفرينه. بسم الله، باش نصب الحليب والزيت، ونزيدو زاده مغرفه كبيره خل. انا نسيت ما صورتهاش. باش نزيدهم الملح، مانيش باش نكثر ملح على خاطر عندنا لي فخوماج والزيتون والتون وكل مالحين، دونك عملت شويه. باش نزيدو توا الفرينه باش نصفيها. ساشي خميرة جاتو، نحركهم بالباهي مع بعضهم حتى لين نتحصل على خليط متجانس. الفرينة بتاعي سيي تحلت بالباهي، سي بون، نخليها على جنب. قشرت البصل بتاعي وباش نقصو. اون فيت شطرها نلقاها معدومة حاسيل، وهيك علاش جبت راس صغير. باش نقصها البصل، باش نقصو بالكبير شوية خاطر نحبو في وسط الكيك يبدا ظاهر. بسم الله، جبت البوال نتاعي حطيت على الغاز، شعلت على الغاز باش نزيد شويه زيت. اوب، يزي فيها البركه. وباش نصب البصل نتاعي، نخليه يطيب شويه يتذبل بالباهي. بعديك باش نزيدو على الخليط. البصل قاعد يذبل على النار، تو باش نقص الزيتون نتاعي، باش نقصو على سنين هكا هاو. وتوا باش نبدا نزيد في الزيتون للخليط نتاعي. في الاخر ما عملتش كميه الزيتون كامله خاطر لقيت الخليط ماهوش ياسر والزيتون برشا، عملت تقريبا شطر الكميه كها، وخاطر نخاف منه يولي شي مالح. باش نزيد الفلفل الاكحل، شويه كليل وزعتر. بسم الله، اللي ما يحبش القوم تاعو ما يحطوش، انا يعجبني على الاخر. شويه سيبولات باش نحط بالباهي. يعطيك المنظر مزيان من بعد في القصة. عندي شوية فروماج فريمون عقاب، معناها باش نصبو كمان. باش نزيدو زادا التون. بسم الله، الكمية هذا تنجمو تزيدو قد ما تحبو، يعني تنجمو تنقصو تنجمو تزيدو كيف ما تحبو نتوما.
سي بون الخل نتاعنا مذبل، باش نطفي عليه نخليه يبرد وبعد باش نزيدو على الخليط نتاعي، ما نزيدوش وهو سخون. وزيد توا البصل باش نخلط كل شيء مع بعضه. بسم الله. سي بون الخليط تاعي تخلط، باش نخليه على جنب. وجبت الطبق اللي باش ندخله للفور باش ندهنه بالباهي بالباهي بالزيت، هكاك الكيك نتاعنا ما يلصقش. نحاولوا نتبعوا الكوانات الكل، ندهنوه بالباهي بالباهي. انا اخترت الفورمه هذه، اما نتوما راكم تنجموا تختاروا الفورمه اللي تحبوا عليها، طبق مستطيل مدور اللي تحبوا. بسم الله. هلا سي بون. وتوا بسم الله باش نصب الخليط نتاعي. اوب ونجي توا الكريبتين فخوماج اللي مازالو باش نقصهم تروف، ما خلطتهمش من الساعه باش ما يتحلوش وسط الكيك. وتوا نحاول ندخلهم، ندخل الفخوماج معناها نغطيه ونستوي العجنه نتاعي، نحاول نستويها بالباهي. تجمو من الفوق تزينوا بكعبات طومات سوغيز، كعبات زيتون، اما انا خاطر عاد فيه ياسر زيتون وتون نخاف يولي لي شي مالح يزي هكاك يزي. سي بون باش نعمل عليه رشه الفلفل الاكحل، لا فاموز رشه تاع الفلفل الاكحل. باش نحط الفرن تاعي يسخن على 160 درجه، فما شكون يطيبها على 180 درجه، انا الحق نخير اني نطيبها على 160 درجه. باش نحطها على 160 درجه وتو نقول لكم بالضبط قداش خليتها. من دخلوها الفرن كما يسخن بالباهي بالباهي. بعد ساعة ودرجين خرجت الكيك سالي نتاعي من الفور، ها هو المنظر نتاعها. باش نخليها حتى لين تبرد وبعديك باش نقصها، وبيان سور نغطيوها ما نخليوهاش تبرد هكا منها الهواء باش ما تشعطش. اما انا ما استنيتهاش حتى لين تبرد على خاطر وخرت شويه في العشاء، دونك جيتي اوبليجي باش نقصها وهي سخونه. اتكسرت لي شويه سي فغي، المنظر مش ياسر معناها مزيان، اما صدقوني الطعم بني برشا برشا. جربوا لسات واعطوني رايكم، اما كيف ما قلت لكم استناو حتى لين تبرد باش ما تتكسرش. اما بالحق بنا مش نورمال وتشبع على الاخر تبارك الله. اكتبوا لي تعليقاتكم، ما تنساوش تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اخر جديد، وتعملوا لايك اذا عجبكم الفيديو، ومتلقانا في فيديو جديد ان شاء الله.